يواجه العالم أزمة جوع على نطاق غير مسبوق، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، بفعل نقص سلاسل الإمدادات وتراجع صادرات الحبوب الأوكرانية، برغم سريان اتفاق تصدير الحبوب بوساطة من الأمم المتحدة والذي يحافظ على استمرار تدفق الغذاء إلى الدول النامية، وذلك بعد قرابة عام على الأزمة الروسية الأوكرانية. تقارير كشفت أن السبب في تراجع صادرات الحبوب من أوكرانيا عمليات تفتيش السفن، الأمر الذي أدى إلى تراكم السفن التي تحمل صادرات الحبوب من أوكرانيا. تقارير أخرى كشفت عن هبوط صادرات أوكرانيا من الحبوب بنسبة تقترب من 29%، لتصل لنحو 23,600,000 طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022-2023، مقابل 23,500,000 طن صدرتها بحلول الفترة نفسها من الموسم السابق. وبسبب سيطرة القوات الروسية على بعض المحاصيل في كييف، توقعت الحكومة الأوكرانية هبوط محصول الحبوب من 51 مليون طن خلال العام الجاري مقابل 86 مليون طن في عام 2021.